تزيد عليه زيد الله يبارك فيك اجونس فونسيير أرواح كما اتفقنا الحق اللي هنا تحبس عندك إشارة مرورية اقسم فيها أحبس خلي الأبناء يقطعوا على مام الراشدين وتقطعوا أنتم أبنائي أقداركم محميين قطعوا على مام الراشدين هذا هو الحماية تاعكم نقدر نواصل السير أرواح عندك محور دوراني محور دوراني أولوية اليسار دور وتروح مباشرة من جهة الإشارة الموالية اللي هي اتجاه مفروض روح كمل كمل معليش واصل وروح كمل يقرب نايف دوك سيد موديل سيد موديل فردي هاي مليح هاد المركز نجيبو التلاميذ هنا إن شاء الله سيد موديل التربيه راه عنده برنامج باش يجيبوا التلاميذ في التربيه في التربيه في التربيه في التربيه المروريه عندهم برنامج تاعهم بالتيسير ان شاء الله عندهم دفعه عندهم يقراوا على بعض يقراوا القانون المرور ما يقراوا مع ناس ان شاء الله حط لهم ضويات إذن تم اليوم تدشين مقر مسلك التربية المرورية بالبويرة ويعتبر مكسب جديد لأمن ولاية البويرة والهدف من تدشين هذا المكسب هو غرس ثقافة مرورية لدى فئة الأطفال وباعتبارهم سائقي الغد اليوم اللي أشرف فيه السيد ولي الولاية على تدشين مسلك التربية المرورية برفقة رئيس الأمن الولائي. هذا المسلك الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الولاية والذي سيساهم في زيادة الوعي وتحسيس الأطفال والفتية حول التربية المرورية، بما أنه نعرف عدد حادث مرور الذي تشهده الجزائر وتعتبر من بين يعني الدول الأولى في العالم من حيث حوادث المرور، وهذا راجع لعدم الالتزام أول شيء ب يعني إشارات ولا إشارات المرور التي يعني لازم السواق يلتزموا بها في الطريق واحترامها، وهذا يعني المسلك راح يسمح لعدد كبير من الأطفال إضافة إلى دور توعوي تقوم به الشرطة في المدارس راح يكون على مستوى هذا المسلك كتطبيق ميداني. اليوم مصالح الشرطة قاموا ب تقديم بعض الإرشادات ونصائح للحث من الحوادث المرورية. أنتم مادام راكم صغار القاعدة تاعكم هو ممر الراشدين، الإشارات الأرضية سواء ضوئية اللي تعطي صورة تاع راجل باللون الأخضر تعطي قياعات أكثر، ولا تكون صورة تاع راجل باللون الأحمر تكون أحبس. هنا هذا هو الحماية تاعكم يسموه ممر محمي سواء بالإنارة الضوئية ولا بإشارات أرضية ولا بألواح.